اسمي احمد سيف الاسلام حمد، محامي مركز الشام مبارك القانون، عضو الحمله من اجل اسقاط قانون التظاهر والافراج عن الشباب المقبوض عليهم محتجزين في السجون المصريه بغض النظر عن اتجاهاتهم السياسيه او انتماءاتهم الحزبيه. نفس السؤال ده كان بيتقال لنا في 2004 لما ابتدينا حمله من اجل التغيير ورفض التوريث، وكان الناس مش مصدقه ان احنا هننجح. في 2011 نجحنا في الإطاحة بحسن مبارك، فأيا كان عددنا صغير الآن، لكن ده بيبقى صوت مقاومة بيلهم قطاعات أخرى. وبالعكس أنا متفائل أكتر، لأن بقى في تجربة عند هذا الجيل، جيل الشباب بالذات، أنه لما وحد صفوفه استطاع أن يفرض جزء من آرائه على سواء سلطة مبارك أو سلطة طنطاوي أو حتى سلطة مرسي. ومن ثم على رأيي الانتشاء اللي فيه نظام 30/6 هيبقى انتشاء مؤقت وقصير المدى، ومش هياخد غلوة أكثر من سنة سنتين بالكثير، وهتعود الميادين مرة أخرى إلى زخمها وقوتها. الثورة لم تحقق أهدافها. الثورة حققت جزء من الخطوات إلى الأمام، وحتى في رد عن هذه الخطوات ومحاولة تقييدها. يعني انتزعنا حريتنا في التظاهر فعايزين يسلبوا مننا حرية التظاهر، انتزعنا حرية الإعلام فعايزين يعيدوا السيطرة على الإعلام بأساليب أخرى، انتزعنا حرية تشكيل الأحزاب عايزين يقيدوا حركة الأحزاب، انتزعنا حقنا في أن صوتنا في الانتخابات يبقى مؤثر فعايزين يتلاعبوا بصوتنا في الانتخابات. ففي حتى الإنجازات الصغرى اللي تحققت نتيجة الثورة في محاولة للقفز عليها وإفراغها من مضمونها، وهيبقى ده جزء من الصراع القادم. لكن رغم ده كله يبقى الحقيقة إن هو ليه بيضطر يعمل قوانين جديدة؟ لأن ما زالت حركة الشارع طرف في المعادلة. يعني هو لو متخيل إن سياساته هتاكل مع الناس وهتديله حشد جماهيري فمش محتاج يقمع مرة أخرى، لكن إن إطراره للقمع واستحداث أدوات للقمع معناها إن هو في مأزق فبيحاول يجد حلول للقمع. طالما في هذا المأزق فهيبقى عمره قصير، ده من وجهة نظري. هل نتوقع انضمام ليكم مثلا قوى ثورية أخرى زي التحالف الوطني لدعم الشرعية؟ هل ممكن ينضم ليكم؟ خلينا أتكلم عن نفسي بقى كراجل عجوز. دي أمنيتي. أمنيتي أن الأشخاص الديمقراطيين في مختلف القوى اللي بيعانوا من نفس المستبد أنهم يعيدوا اكتشاف الأرضية العمل المشترك مرة أخرى، مستفيدين من الأخطاء والخطايا التي ارتكبناها في حق بعضنا البعض، وبالذات الطرف اللي فينا اللي وصل للسلطة، لأنه هو جزء من خطايا احنا بندفع ثمنها النهاردة في ساعة معاملة في القضاء والحاجات دي. لكن أتوقع كده، أتوقع أن ضغط الأحداث سيؤدي إلى فتح الطريق مرة أخرى للعمل المشترك. يعني الحقيقة فعالياتها بدأت بالوقفة اللي كانت يوم الخميس هنا قدام النقابة والمسيرة اللي كانت في وسط البلد، وإن كان في الماراثون اللي جريناه قبل ما نيجي المؤتمر، وبعدين المؤتمر النهاردة، وفي يعني فعاليات تانية مفروض أنها تكلل بمسيرة كبيرة عند الاتحادية يوم 26 أبريل. يعني هذا ما نتمناه. انا اعتقد انه احنا يعني قانون التظاهر بالذات الاحزاب كانت معترضه عليه، كتير جدا حتى من يعني من القريبين من معسكر السلطه معترضين عليه لاسباب متعدده. ف يعني اظن انه ممكن فعلا لو يعني صبرنا واستمرينا في الضغط نقدر نسقطه. محمد عواد، مؤسس حركة شباب من أجل العدالة والحرية. في إطار فعاليات هذا الأسبوع كان عندنا ماراثون الصبح، وعندنا دلوقتي مؤتمر لتدشين حملة قانونية تحت شعار اسقطوا القانون واخرجوهم من السجون. بالتالي احنا اعلنا في مؤتمرنا من الأسبوع الماضي ان هذا الأسبوع هيكون في فعاليات عديدة تحت شعار اسقاط هذا القانون، قانون التظاهر اللي بيزيد من أعداد سجناء الرأي في مصر. تاني ما كنتش اتخيل ان بعد ثوره 25 يناير، الثوره اللي قام بها الشباب العظيم عشان تحقيق الحريه والعداله الاجتماعيه، ما كانش نتخيل ان بعد ثوره بثلاث سنين نشوف زمايلنا داخل السجون المصريه واغلبيتنا مهدد بالاعتقال والسجون. احنا بنقول احنا تظاهرنا في عهد مبارك ضد الفساد، وتظاهرنا ايضا في عهد المجلس العسكري ضد فساد الدوله، وتظاهرنا في عهد مرسي ضد فساد الدوله، ولن نصمد او نسكت على فساد
في الدولة لحين تحقيق تغيير أو تطهير كل مؤسسات المصرية. أبو مهاب عضو جبهة طريق الثورة ومؤسس حركة أصحاب الدم والهم. طبعا والله احنا بقالنا منذ قانون التظاهر وجميع الجبهات والحركات الثورية بتناضل من أجل إسقاط هذا القانون. هذا القانون قانون صدر عن سلطة لا تعرف الحريات ولا تعرف الديمقراطية وسلطة غاشمة وسلطة مستبدة. نحن لن هناك أصوات في الماضي القريب قالت العفو عن السجناء، ونحن لن نستجدي أحدا في حريتنا، لا نستجدي أحدا في تظاهراتنا، لن نستجدي هذه السلطة الغاشمة المستبدة، ولكننا سنعمل جاهدين مناضلين كما عملنا من قبل في 25 يناير وما تلاها من موجات على إسقاط هذا القانون، قانون التظاهر، وما تلاه من قوانين أخرى مثل قانون مكافحة الإرهاب. الاثنين إذا دمجتهم مع بعض، قانون التظاهر ومكافحة الإرهاب، يدوه قانون طوارئ. هم بيعملوا قانون طوارئ بشكل قوانين مدنية، وهذا ما لا نقبله شكلا وموضوعا، وسنعمل جاهدين مقاومين على إسقاط هذا القانون حتى نسقط هذه السلطة الظالمة المستبدة. فبالتالي احنا بنطالب الرئيس عدلي منصور، وخاصة بعد صدور الأحكام النهائية في حق أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، أنه هو يصدر عفو رئاسي عن هؤلاء الثلاثة، وأنه هو ينظر في كل الحالات المماثلة. احنا عندنا حالة مماثلة تماما في اسكندرية برضو، فيها 4 شباب محبوسين حكم نهائي لأنهم كانوا بيتظاهروا من أجل المطالبة بالقصاص للشهيد خالد سعيد، شهيد الاسكندرية اللي احنا عارفين كويس قوي ان حالته كانت من ضمن اهم العوامل اللي فجرت ثورة 25 يناير. فاحنا بنعترض على هذا القانون، بنعترض على اصدار الاحكام بمثل هذا العقوبات المشددة، وبنصمم ان ده بيبعث رسالة سلبية للغاية لكل الشباب اللي شارك في ثورة 25 يناير، ان الاوضاع لم تتغير في مصر. احنا مش عايزين شبابنا جوه السجون، عايزين شبابنا بره السجون يقوم ببناء هذه البلد. احنا بنتضامن مع كل الحركات ومع كل الاحزاب اللي بتطالب بيه الاحتجاج بشكل سلمي من اجل الغاء هذا القانون ومن اجل الافراج عن الشباب. انا النهارده الصبح كنت موجود مع احد الشباب من حزب الدستور اسمه محمد عبد الواحد، ده الشاب ده معتقل من يوم 12 يناير لان هو كان بيصور في مظاهره، هو بيعمل ايضا هو في اخر سنه في كليه فنون تطبيقيه، وبيصور لاحد المواقع الالكترونيه موقع اسمه جريده مواطن، وتم احتجازه في اسم الجيزه وبيتم التجديد له 15 يوم في 15 يوم في 15 يوم، وهو من الطلبه المتفوقين، والنهارده خد 15 يوم كمان فوق ال 90 يوم اللي هو قاعدهم، وتم ترحيله الى سجن وادي النترون مره ثانيه. كل اللي معاه شباب صغير السن، واحنا مش عايزين ندخل الشباب او ندخل الشباب الى داخل السجون فيطلع هم عندهم كميه من الغضب وكميه من الاحباط اللي اكيد هتاثر على المستقبل في البلد دي ومستقبل الشباب في البلد دي اللي كان عنده طموحات كبيره بعد ثوره 25 يناير. والله هو مش بعد 25 يناير، بعد 25 يناير ما كناش نتوقع ابدا ان اي واحد بيدافع عن الحقوق والحريات او بيشتغل في العمل العام ان هو ياخد حكم بالحبس اصلا. لكن من بعد 30/6 وتصاعد الهجمه الشرسه ضد العاملين في العمل العام والمدافعين عن الحقوق حقوق الانسان، توقعنا ان ده هيحصل في يوم من الايام، وكان تقريبا تاني يوم صدور قانون المشين اللي هو قانون منع التظاهر زي ما بطلق عليه، لان هو مش قانون تنظيم التظاهر، لان هو يتناقض مع الدستور ويتناقض مع حق المواطن في التظاهر والتعبير عن رايه. تمام، هو انا لسه ما دخلتلوش، ما فيش زياره تمت بعد تاكيد الحكم، ولكن هو في الزياره اللي كانت قبل تاكيد الحكم كان حالته النفسيه كانت صعبه جدا، كان بيعاني من الاوضاع جوه السجن، لان كان في زي ساعات التريض كانت قليله، بيعذبوا بس تعذيب نفسي مش بدني من خلال التضييق عليهم جوه السجن، وجود في الزنازين انفراديه، ما فيش اي داعي اساسا لحبسهم، القضيه ملفقه ومتناقضه وما فيش اي داعي لحبسهم. انا اسمي عمرو امام، انا محامي حقوقي بمركز هشام مبارك للقانون. الحمله تم تشيلها النهارده، بس احنا بالفعل شغالين من وقت اصدار القانون بتقديم الدعم القانوني والحقوقي لكل المعتقلين، بس اللي زاد علينا ان فجر السلطه زاد ودخل ساحات القضاء
وبقى القاضي يقدر يدي حكم اللي هو زي بيقولوا اقصى درجه للحكم، اللي هو يقدر يدي سجن وفي نفس الوقت يقدر يدي غرامه، يعني بيجمع جوه عقوبتين في حكم واحد. فزي بيقولوا فاض بينا كيل، احنا ما بندافعش عن صحابنا بس، مش دافع عن دوما او ماهر او عادل او مهنور او علاء بس، احنا بندافع عن كل معتقل تم القبض عليه وتقييد حريته بموجب قانون التظاهر. الحمله بتتقسم الى ثلاث اجزاء، هي الجزء الحقوقي والقانوني، وهو اللي احنا بنقدمه كمراكز حقوقيه وكنشطه مهتمين بالعمل الحقوقي، ان احنا هنفضل نقدم دعم قانوني داخل المحاكم والنيابات، وهنبدا نشتغل على اوراق بحثيه ننشرها في كل العالم زي ما بيقولوا، توضح قد ايه هذا القانون عور وقانون قمعي هدفه الاول هو تقييد التظاهر وليس تنظيم حق التظاهر. هنبدا نضغط بكل ما اوتينا من قوه عشان القانون ده يسقط، ولو لم نستطع تحقيق العداله داخل المحاكم المصريه هنتجه للمحاكم الاقليميه والمحكمه الافريقيه وهندول القضايا اللي ليها علاقه بقانون التظاهر. انا ايمان راتب، كاتبه صحفيه ومسؤوله عن صفحه الادب في مجله نشأة اسمها مجله افراح. انا من حقي اقول رايي كمواطنه مصريه. اللي حصل النهارده في المؤتمر مما لا شك فيه ان كلنا مصريين، وبضم صوتي مع اهالي المعتقلين، وبوجه رساله لكل القضاء المصري والسلطات التنفيذيه انها تتعاطف مع اهالي المعتقلين، لان كل دول ولاد مصر. طارق محمد احمد، معتقلي حبسه المعادي في الذكرى الثالثه للثوره. احنا اتقبض علينا يوم 25، كنا عاملين مسيره من مسجد الفتح، مسيره يسكت كل من خان عسكر فلول الاخوان. اتحركنا، تم التعدي على مسجد الفتح، تم التعدي على المسيره عند محطه مترو المعادي. الشرطه اتعاملت معانا وضربت الرصاص علينا. دخلنا حجز المعادي، الحجز الغير ادمي. في نفس اليوم اتحقق معانا تحقيق امن الدوله بالليل في حوالي الساعه 9:30، بعد ما اتعمل لنا تشريفه داخل القسم واتضربنا وتم سحلنا. اتعملت معانا تحقيق امن الدوله، طبعا كان تحقيق غير محايد، كان تحقيق كله ضرب وتعذيب. اتكهربنا فوق بامن الدوله، وظباط امن الدوله عملنا بطريقه غير ادميه. نزلنا الحبس واتحقق معانا تحقيق النيابه تاني يوم. النيابه اتهمتني بالانتماء لجماعه الاخوان المسلمين والتجمر والتظاهر واسقاط التجمر والتظاهر. طبعا انا كان عليا قضيه الاعتداء على مكتب ارشاد وقلب نظام الحكم، فكانت القضيتين كانت عكس بعض. طبعا كان تحقيق كوميدي، فالنيابه جددت لنا 15 يوم، بعد كده جددنا لنا 15 يوم تاني. عملنا استئناف، خدنا اخلاء سبيل بكفاله 500 جنيه والنيابه استأنفت، فاستئناف النيابه اتقبل. وبعد كده كملنا، نزلنا محكمه جنح المعادي، تم الحكم علينا بسنتين وغرامه 50,000 جنيه بعد الانتهاكات اللي اتعرضنا لها من ضرب وسحل داخل اسم المعادي، الحجز الغير ادمي، الحجز ال 3 متر في 3 متر قاعد فيه 50 فرد. اتحكم علينا بسنتين و50,000 جنيه وسنتين مراقبه. عملنا استئناف على القرار، وبعد كده خدنا اخلاء سبيل بعد اليوم ال 76، قضينا 76 يوم من الضرب والسحل. طبعا ضرب وسحل بسبب التهمه قانون التظاهر، قانون ظالم، عايزين يخلونا نقعد في البيوت، عايزين يسلبوا مننا الحق الوحيد اللي كسبناه في ثوره يناير وهو التظاهر. طبعا احنا مش هنقعد، سلطه جت بالتظاهر وعايزه تقعدنا في البيوت، احنا مش هنقعد. احنا بنطالب باسقاط قانون التظاهر، بنطالب الحريه لماهر ودوما وعادل، بنطالب الحريه لشباب الترا الثوراجي، بنطالب بحريه لشباب الازبكيه، بطالب بالحريه لاخويا الصغير اللي هو اتقبض عليه في ذكرى ثوره يناير. بالحقيقه من امبارح وهو اول فعاليه عملناها المسيره اللي كانت بعد المؤتمر الصحفي، الحقيقه انها كانت ناجحه جدا. استشعرنا فيها انه الناس قابله ده وانها ضد قانون التظاهر فعلا، وانها حاسه انه في مظلوميات حقيقيه ضد قطاع كبير من الشباب. للأسف الرأي العام أو الميديا والسلطة كانوا بيحاولوا يبرروا للناس على مدار كل الشهور اللي فاتت إنه إحنا بنحبس الخارجين عن القانون، إحنا بنحبس الإرهابيين، إحنا بنحبس الغير سلميين. بس الناس بدأت تحس إنه مش كل اللي بيتحبسوا غير سلميين، إن في شباب بيتقبض عليها من على القهاوي، إن في شباب بيتقبض عليها من جوه السكاشن بتاعتهم، إن في شباب بيتقبض عليها من بيوتهم مش من احداث عنف ولا حاجه. فالناس بدات تحس بده الحمد لله، وبدات تلمسه، وبدات تبقى حدا ما معانا في اسقاط القانون ده. فانا شايفه ان الفعاليه كانت ناجحه جدا. النهارده كمان ده اتاكد، المسيره اللي عملها الشباب بالجري، يعني كان ماراثون جري، كانت ناجحه جدا، ضم عليها اعداد كبيره اكتر من امبارح، وده كانت بدايه مبشره يعني، او
مؤشر كويس. والنهارده كمان المؤتمر القانوني لتدشين الحمله اللي بيتكلم حوالين مدى دستوريه القانون ده ومدى قانونيته وديمقراطيته، هل هو فعلا بينتمي لنفس الاهداف اللي خرجنا عشانها في 25 يناير وبيرسخ لها ولا لا. الدوله بتدعي انها بتحترم 25 يناير وانها لا رجوع لما قبل 25 يناير، بس الحقيقة اللي احنا شايفينه ان ده كلام. لو كان حاجة اكتر من الكلام كنا لقينا انه في اسس ديمقراطية بجد بنحاول نرسخ لها، مش بنمنع التظاهر ونقول اصل قانون. احنا هنبدأ اعتصام نسائي من يوم 22 عند الاتحادية، بعدها يبقى في مسيرة للقوى السياسية كلها يوم 26 لحد القصر، قبلها او تقريبا مع اعتصامنا يعني بدءا من الاسبوع الجاي هيبقى في اضراب عن الطعام، الشباب هيقوموا بيه من جوه السجون، احمد دومه واحمد داير ومحمد عادل وشباب من سجون تانية محبوسين على خلفية نفس القانون.